وظيفته شغالة. يعني أمر فيه شقين، أمر ظاهر وأمر خفي. اوعى قول الخفي. Thank you.
شفت الظاهر السر في الخافي يعني سيد حماد موجود في المقام ده ولا لا؟ موجود والله حد شافه؟ انت مصمم انه سيد حماد في موجود في المقام ده ولا لا؟ موجود؟ طيب ماشي خليني معاك يا عبد الله. الولي موجود طب شغله في الظاهر ولا في الخافي؟ الفايدة فين؟ الظاهر قدامك انه في المقام مش كده؟ الظاهر قدامك انا بكلمك دلوقتي اهو، الظاهر قدامك ايه؟ سيد حماد في المقام ده اهو. طب سره فين؟ في الخاف. شغله فين؟ في الخاف. يعني يبقى نايم هنا بس شغال، ها وظيفته لسه شغاله. عجبي على ولي وصفه مكتفي تايه اسكن المقام والشغل بالكافي اذا ان بمعنى الاسم يحرك الخافي. تاني مرة هنجي عند سيد حماد ولاقي المقام مقفول. حد سالم خليك معايا بس شوية. دي تاني مرة نجي هنا ولاقي المقام مقفول. يعني انا